بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي سيادة الرئيس ان احنا نتكلم النهاردة في اطار افتتاحاتنا عن مجهودات وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يعتبر من اهم القطاعات اللي بتمس حياة المواطن بصورة مباشرة، وتواجه فعلا الدولة المصرية تحدي كبير في هذا القطاع اللي بيمس مباشرة المواطن، وشهد تباطؤ في الفترات السابقة. زي ما دولة الرئيس أشار في بعض المؤشرات أن نسبة التغطية الحالية لمياه الشرب والصرف الصحي وصلت 99% وكانت 97% في 14، إلا أن احنا هنا عايزين نتكلم ان مجهودات القطاع ما بتنعكسش بس في نسبه 2% اللي تم انجازهم او حتى ما سيتم انجازه للانهاء او اتمام الخدمه على مستوى الريف المصري، الا ان احنا هنا بناكد ان القطاع بيشتغل على اربع حاجات، وده اللي ادانا فيه الفرصه ان القطاع فيه نسبه انجاز كويسه، الا وهي تقليل الفاقد وزياده الضغوط والاحلال والتجديد ورفع كفاءه نوعيه المياه المقدمه. ده كله كان لا يحدث نتيجه انخفاض مستوى الخدمه. وبالتالي الوزاره في الفتره الحاليه بتعكف على الاربع ملفات دي وبتشتغل فيهم بشكل جيد. وصلنا لانتاج 33.6 مليون متر مكعب يوم ميه، بيمثلوا 12.2 مليار متر مكعب في السنه باطوال شبكات 180 الف كيلو متر طولي. في مجال الصرف الصحي يمكن احنا كنا في 14 نسبه الصرف الصحي 50%، الحالي النسبة بقت 65%، على مستوى الحضر احنا الآن 96% قدوما من 79% في 2014، يعني في 22% زيادة في نسبة الخدمة. بس هو لو قارناهم بعدد السكان بزيادة في عدد السكان، النسبة دي بتصل ل 30% في 6 سنوات فقط زيادة. نيجي على مستوى الريف، وهي دي التحدي الحقيقي اللي احنا وصلنا فيه ل 37.5% قدوما من 12%، وزي ما فخامه الرئيس اشار احنا 12.5% كنا من عدد سكان 87 مليون، احنا 37.5% من 100 مليون، يعني في حقيقه الامر هذا الرقم 50%، واحنا ان شاء الله بنهايه عام 2021 العام المالي 2021 هنوصل زي ما دوله الرئيس قال 42.5% مستوى الخدمه في مستوى على الريف، وده ان شاء الله اللي هو بيساوي كان من النسبه الاساسيه 60%. عندنا الطاقه الفعليه 13.4 مليون متر مكعب، بتكافئ 4.9 مليار متر مكعب في السنه باطوال شبكات 55 الف كيلو متر. المشروعات اللي تم انجازها من 14 حتى 20 في هذا القطاع 1131 مشروع، اللي بيخدموا حوالي 50 مليون مواطن. اجمالي الطاقات الاستيعابيه بالنسبه للميه 10 مليون 793 الف متر مكعب، وبالنسبه للصرف 6 مليون 661 الف بتكلفه تقديريه 124 مليار. ال 124 مليار دول احنا كمان اضافه ليهم في 10 مليار تم انفاقهم مشروعات احلال وتجديد، مشروعات وصلات منزليه، مشروعات دعم وتمديد في جميع المحافظات، اضافه كمان الى 40 مليار ودي مشروعات خاصه بهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده كهيئه اقتصاديه. يبقى احنا بنتكلم على في 6 سنوات 174 مليار جنيه حجم الانفاق في هذا القطاع. طبعا العوائد من هذا القطاع هي عوائد غير مباشرة بتنعكس على صحة المواطن وصحة البيئة وتقديم بيئة عمرانية مناسبة، وإن كانت هذه العوائد حين تحولها إلى عوائد غير مباشرة اقتصادية قيمتها بتبقى أكثر من 174 مليار. عندنا كمان المشروع القومي للصرف الصحي للمناطق الريفية، وده مشروع منفصل. احنا عدد سكان الريف وفقا لتعداد الإحصاء 2017 58.8، زي ما قلت لحضراتكم احنا كنا 12 وبقينا 37. مخطط لانتهاء من 205 مشروع
صرف صحي في 2020 عشان يوصل بالنسبة ل 42.5%. ولكن اللي أنا حابب أقوله للوصول لنسبة الخدمة 100%، إحنا محتاجين 300 مليار جنيه. الرقم ده فخامة الرئيس بيزيد لأسباب هامة جدا، أنا يعني لو تسمحوا لي أوضحها. إحنا كل وليه بنتكلم في الريف؟ الامتدادات والتعدي على الأراضي الزراعية غير المخطط، في إنشاء مجموعة من التجمعات الصغيرة في مناطق متفرقة، ده بيخلي حجم المشروع اللي بيخدم 10 أسر يساوي حجم ما حجم المشروع اللي أنا بعمله عشان أغطي قرية، لأن بضطر أعمل شبكات لمناطق طويلة جدا، بحط محطات في مناطق ما كانتش مخططة، وبالتالي الأعباء شديدة. فعشان كده فكرة النمو غير المخطط على الأراضي الزراعية بيخلينا نجري ونلهف لاستكمال هذه النسبة بأحجام تمويل عالية جدا، وبنضطر أحيانا لتكنولوجيات مختلفة غير اللي احنا بنقوم فيها لخدمة المجتمعات ذات الكثافات المحددة. وكمان لما بيحصل التعدي في نفس المكان في زيادات سكانية بكثافات غير مخططة في بعض المناطق اللي الشبكات بتاعتها لا تتحمل، والمحطات نفسها مصممة وفقا لطاقاتها الاستيعابية العظمى، بيخلينا برضو نواجه مشكلة في زيادة القدرة الاستيعابية لهذه المحطات، وبيخلي التكاليف دي ترتفع لهذا الشكل. بالتوازي لأهمية قطاع المية، احنا كمان بناء على الخطة اللي بتنتهجها الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس بنتجه إلى موضوع تحلية مياه البحر. الموضوع تحلية مياه البحر أصبح جزء مهم من خطة الدولة لسد أو للاكتفاء بخدمة المياه الشرب. إحنا محطوط خطة لحتى عام 50 في عدد محطات مياه التحلية مياه البحر اللي احنا محتاجينها. الخطة بترتكز على 4 محاور، وهنا المحاور دي محطوطة كل واحد وفقا لأولويته. المحور الأول توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادات السكانية الطبيعية والمستقبلية للتجمعات القائمة، ودول زي ما احنا اتكلمنا فيه ال4 محاور اللي احنا بنشتغل عليهم. المحور الثاني توفير احتياجات المائية البديلة لنقل المياه لبعض المحافظات الساحلية، لأن نقل المياه للمحافظات الساحلية في سواء كانت عن طريق قنوات مفتوحة بيؤدي كثيرا إلى البخر وفقد كثير من المياه أو كسرها، ولذلك احنا الفكرة أو الخطة اللي احنا حاطينها ان احنا نقلل عملية نقل المياه والاكتفاء بالمياه المقابلة لهذه التجمعات الساحلية عن طريق التحلية. المحور الثالث توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية عن طريق توسعه المحطات القائمه او ببعض الترع الحرجه عشان نوازن ما بين احتياجات مياه الشرب واحتياجات الزراعه باكبر قدر من التنسيق مع وزاره الري. والمحور الثالث الرابع اسف هو توفير الاحتياجات المائيه المطلوبه للتنميه العمرانيه حتى سنه الهدف سنه 50. الدراسه انتجت ان احنا هننتج 6.4 مليون متر مكعب مياه تحليه يوم، هنحتاج تكلفة قدرها 134 مليار جنيه عشان نحقق هذه الكمية. الأكبر والأهم من ده إن تكلفة التشغيل لمحطات التحلية دي 35 مليار جنيه سنويا، وده مبلغ ضخم جدا. عشان كده بنأكد إن عملية توفير مياه الشرب النقية موضوع غاية في التكلفة، وبيتطلب مننا كلنا مجهود عشان نعرف قيمة المياه اللي احنا بنستخدمها.